تم خطه انشاء مجمع صانع انتاج فوركس على مساحه 66 فدان، ويحتوي المجمع على عدد 4 مصانع خط انتاج. مصنع التكسير الرئيسي تم انشاؤه على مساحه 12000 متر مربع، وتكون من الكسارة الرئيسية الطاقة الإنتاجية 140,000 طن في العام، منطقة تخزين خام الكوارتز سعة 4000 طن، منطقة تخزين المنتج النهائي سعة 2000 طن. تم فندم إنشاء منشأ معدني على مساحة 50,000 متر مربع، ويحتوي على عدد 3 مصانع وخط إنتاج، مصنع الطحن رقم 1 ومصنع الطحن رقم 2 بطاقة إنتاجية 140,000 طن في العام، خط مصنع انتاج الواح الكوارتز بطاقه انتاجيه 438,000 متر مربع في العام، خط انتاج العينات للتسويق، منطقه المعامل ومرابط الجوده، مكاتب اداريه لمرابط الانتاج. تم يا فندم تنفيذ الاعمال المدنيه لاستيعاب عدد 3 خط اضافي. تم يا فندم انشاء منطقه اداريه ومسطحات خضراء بمساحه 120,000 متر مربع وتمثل 40% من اجمالي مساحه المشروع. تم يا فندم تأمين المجمع بتنفيذ شبكة إطفاء آلي وشبكة المراقبة بالكاميرات. تم يا فندم الاستعانة بعدد 5 مكتب استشاري لأعمال التصميمات والإشراف على التنفيذ. تم التنفيذ بإمكانيات 14 شركة وطنية. أي أوامر يا فندم؟ شكرا جزيلا.